بسم الله الرحمن الرحيم، معكم هاني حسين من مدونة هاني حسين دوت كوم وسلسلة الطرق الربحية المجربة، سلسلة جديدة حكينا عنها المرة الماضية وضعتها في مدونتي. راح تتحدث عن طرق مجربة مني شخصيا ومربحة بشكل جميل وممكن لأي شخص يبدأ فيها بكل سهولة. اليوم راح نحكي عن الطريقة الأولى واللي هي المتاجرة بالدومينات، المتاجرة بالدومين نيم. اوكي، طريقة مربحة جدا لمن يتقنها فعلا. تمام، ليش انا اخترت التاجر بالدومينات في البداية؟ لانها حلوة وكثير ناس سألوني عنها وفعلا مربحة، فعلا مربحة واي شخص ممكن يبدأ فيها. طبعا قبل ما ابدأ باول طريقة، حكينا المرة الماضية انه من الافضل انك ما تجرب كل طريقة مباشرة اول ما انا اضعها، من الأفضل لأنك هيك راح تتشتت ومش راح تربح في أي من الطرق لأنك جربتها كلها. أوكي تمام. وأنا لما أحكي إن أنا مجربة مني شخصيا، لم أقم بتجربة الطرق كلها في نفس الفترة. أكيد طبعا أنا يعني 7 سنوات بشغل الربح من الإنترنت، وفي خلال هاي الـ7 سنوات الطرق هاي كلها أنا جربتها ولكن لم أجربها في نفس الوقت. فأنت دير بالك تجربها في نفس الوقت. تمام، كل طريقة لازم التركيز فيها حتى تربح منها جيدا. خلونا نبدأ. بسم الله. أول شيء، ما هو الدومين؟ أكيد كلكم تعرفوا إيش هو الدومين. الدومين هو اسم الموقع أو عنوان الموقع اللي من خلاله أنت بتستطيع من الوصول إلى ملفات. أكبر مثال www.hanihsain.com، الدومين اللي هو هاني حسين دوت كوم كاملا، هاني حسين دوت كوم، هذا هو الدومين، محطوط عليه دائرة مثل ما انتم شايفين، هاني حسين دوت كوم. الآن لا يوجد موقع الإنترنت أبدا لا يحتوي على دومين، بغض النظر عن كونه مجاني أو مدفوع، كلها دومينات. تمام، لازم يكون عندك عنوان أو دومين حتى تقدر تدخل إلى ملفات الموقع. فالدومين شغلة مهمة لأي شخص بده يدخل إنترنت، بده يفوت عالم إنترنت، بده يكون له موقع، وما أكثرهم هؤلاء الأشخاص. أوكي، إذن هو شغلة مربحة وعليها طلب بشكل كبير. تمام، ما هي طريقتنا؟ إيش هي طريقتنا إحنا في الربح من المتاجرة بالدومينات؟ طريقتنا هنا بشكل تعدادي بسيط، إيجاد دومينات وبيعها بسعر جيد جدا فقط. هاي هو الاوتلاين تبع الطريقة كاملا. تمام، بنبحث عن دومين، اكيد لازم نعرف انه مهم لشخص او مهم لسوق. نبحث عن دومين يكون مهم لشخص او مهم لسوق، نشتري نستأجره نحصل عليه، مش مهم اي طريقة، المهم ناخذ هذا الدومين، بنقوم بعمل عليه بعض التعديلات عشان نزيد من سعره، نجد عملاء بطريقة صحيحة عشان يشتروا، بعدين منبيعه بسعر يفوق سعره بأضعاف كثيرة جدا. هاي هي الأوتلاين تبع الطريقة. طيب، أين نجد دومين؟ إحنا وين راح نجد الدومين؟ ممكن نجد دومين في مواقع بيع دومينات، مواقع أي هوست، أي شركة استضافة في عندها مكان من خلاله تقدر تبحث عن دومينات تشتري دومينات. انا بفضل افضل موقع في هذا الموضوع namecheap.com. ممكن شخص يحكي لا انا بحب الهوست جاتور، صح، اوكي ما فيش اي مشكله، فوت على الهوست جاتور واشتري دومين نيم، المهم انك تشتريه، المهم الدومين نيم يكون الك انت اشتريته. جودادي، اوكي جودادي حلو. تمام، اي موقع يبيع دومين ممكن من خلاله انت تجد هذا الدومين. كيف؟ بعمليه الكتابه، اكتب هاني حسين دوت كوم، دور اذا موجود بكون خلص محجوز، مش محجوز تقدر انت تشتري. هاي عمليه البحث الاولى. تمام، طبعا هنا كيف بدك تبحث؟ انت تبحث عن اسماء معينه، عن كلمات دلاليه معينه حتى تقدر تجد دومين نيم مناسب لك. طيب، طريقه ثانيه، ممكن مواقع متاجره بالدومينات مثل اشهرها طبعا سيدو.com، موقع متخصص فقط في الناس اللي بتبيع دومين وبتشتري دومين.
فانت ممكن من خلال هذا الموقع تجد دومينات رائعه فعلا وباسعار حلوه وممكن تكون مربحه كمان. طيب طريقه ثالثه، مواقع المزادات، والهي انا فعلا بفضلها مواقع المزادات، لانه الشخص اللي بيضع الدومين تبعه للمزاد هو يعني ممكن يبيعه بسعر رخيص لانه مزاد. ممكن انت دخلت المزاد، دخل معك 2-3، تاخذ انت المزاد بسعر فعلا رخيص ويكون الدومين حلو. فموقع المزادات افضل مكان انك تجد عنده الدومين الجميل. افضل المزادات مزاد سيدو، مزاد جودادي، ومزاد فليبا، في اكثر من موقع لكن هذول انا الثلاثة افضلهم. الطريقة الرابعة، ايجاد دومينات بشكل مباشر. كيف يعني بشكل مباشر؟ يعني مثلا انت عندك موقع اسمه بادي بيلدينج، لكن عندك البيلدينج اخر اشي فيها اس، bodybuildings.com. اوكي، فانا ممكن اشوف موقعك تمام وادخل على bodybuildings.com، اجد انه الدومين موجود لكن ما في، مش مربوط على موقع، فهيك انا بعرف انه الدومين محجوز ولكن لا يوجد عليه موقع. فبكل سهولة ممكن احكي مع صاحب هذا الدومين واحكي له انا بدي اشتري دومينك، عجبني دومينك، عجبني وبدي اشتري تمام. هذا عملية ايجاد دومين بشكل مباشر. واكيد انتو اكيد كلكم دخلتوا دومين او اسم موقع طلعت صفحة المعروفة، الصفحة اللي شكلها مثل صفحة الهوست تكون تمام، وهي بتكون دومين لكن من غير موقع، من غير استضافة. هاي هي الدومينات بشكل مباشر. اوكي، اذا عرفنا كيف اين نجد الدومين من احد هاي الطرق الاربعة. انا بفضل المزادات، تفوت على المزاد وتشتري دومين بسعر رخيص تمام. طيب ايش خصائص الدومين المربح؟ يعني ايش الدومين اللي احنا نختاره؟ طبعا لوحده، انا ليش كتبت كلمة لوحده هون راح افرجكم ان شاء الله بعدين. ايش خصائصه؟ اول اشي البيج رانك عالي، يعني كل مكان الدومين البيج رانك تبعه عالي بيكون اغلى. البي ار البيج رانك 4 لدومين معين اغلى من دومين ثاني البيج رانك تبعه 0، اكيد 100% تمام. العمر الطويل، ايش يعني العمر الطويل؟ يعني انا مثلا اشتريت دومين في سنة 2010 وكل سنة بجدد اشتراكه، بجدد اشتراكه، انا لا استخدمه فقط بجدد اشتراكه، فانا هنا بزيد بعمره وهذا طبعا بزيد في سعره. فالدومين اللي عمره 10 سنوات اكيد اكيد 100% اغلى من الدومين الجديد اللي اشتريته السنة الماضية مثلا. الكلمات القليلة، الكلمات القليلة يعني fatburning.com بالتأكيد أغلى من fatburningexerciseformain.com. ليش؟ لأن الدومين الأول كلماته أقصر من الدومين الثاني. الكلمات القليلة، كل ما قلت عدد الكلمات في الدومين كان السعر أغلى. الامتداد .com هي الأغلى من كل امتدادات الدومينات الموجودة تمام. لو وجدت كلمة جميلة، كلمة حلوة ومربحة فعلا وخصائصها حلوة مثل ما احنا بنحكي عنها .com، ايضا وجدتها نفسها .net، بالتأكيد اختار .com بالتأكيد. تمام، في خاصية كمان حلوة جدا، عدد الباحثين في محركات البحث. يعني اذا الدومين هو عبارة عن كلمة دلالية مهمة وفي عليها بحث، هذا بيزيد من سعرها بشكل عالي جدا تمام. مثل ما حكينا فات بيرنينج كلمة، أكيد عمليات البحث الشهرية إلها من كل أنحاء العالم كثيرة جدا، فأكيد هي غالية، كلمة غالية تمام. فوركس مثلا، forex.com تخيل، يعني أكيد بالملايين بنباع هذا الدومين، أكيد بالملايين. فعدد الباحثين عنه في محركات البحث كل ما كان أكثر
سعر الدومين بغلى أكثر، بصير أغلى وأغلى. تمام، أهم نقطة وأهم عامل أو خاصية بتجعل الدومين اللي أنت اشتريته مربح هي أهميته لدى العميل نفسه، أهمية هذا الدومين لدى العميل نفسه. خليني أشرحها شوي. الآن قبل ما تصير شركة بيبسي مثلا، لو أنت وجدت كلمة بيبسي دوت كوم هل كنت هتشتريها؟ طبعا لا، لأنه ما إلها معنى. يعني إيش بيبسي دوت كوم؟ ما هو البيبسي؟ ولكن لما صارت شركة بيبسي، لو أنت اشتريت بيبسي دوت كوم قبل شركة بيبسي، أنا متأكد كان دفعوا لك ملايين لكي تعطيهم إياه. فكلمة الدومين أهميتها لدى العميل نفسه، العميل نفسه هو اللي بيقدر أهميتها لديه. إذا عميل فعلا فعلا عنده فكرة رائعة وبده ينفذها، وهي الفكرة تحتاج اسم دومين معين، اسم الدومين معين محجوز لديك أنت، فبالتأكيد راح يدفع لك مبالغ كبيرة حتى ينفذ فكرته. بينما أنا اللي ما إلي دخل لن أدفع لك مبلغ فيها أبدا، لأنه ما عنديش فكرة، ما مش 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 مهم بالنسبة لي الدومين. فأهم خطوة فعلا أهمية الدومين لدى العميل اللي بده يشتري منك. هاي الخصائص إذا فعلا جمعتها راح تربح بشكل عالي في المتاجرة بالدومينات. التعديل على الدومين، كيف يعني التعديل على الدومين؟ أنا حكيت قبل بالسلايد اللي قبله إنه خصائص الدومين لوحده، أوكي، لما يكون الدومين لوحده فقط. الآن التعديل عليه يعني الدومين يساعد بعض الأمور لتزيد تزيد سعره. طب إيش هاي الأمور؟ جلب الزوار إليه حتى لو كان بعملية ريدايركت. طبعا إيش يعني ريدايركت؟ يعني إنه شخص عنده دومين اسمه هانيحسين.com، الآن لما يكتب هانيحسين.com على المتصفح ما بيظهر الموقع هانيحسين.com، بيعمل ريدايركت على موقع آخر. طبعا ليش؟ لأنه موقع هانيحسين.com ما في عنده موقع، يعني مش مربوط باستضافة وموقع، هو فقط دومين لوحده. فأنت في العملية هاي بتحضر زوار إلى الدومين تبعك، هيك بتعدل عليه، بصير دومينك فعلا يدخل اليه زوار، تمام، بدون ما يكون عندك موقع. فهي عمليه وتريك حلوه جدا عشان تعدل على دومينك، انك تجلب زوار الى دومينك حتى لو بعمليه ريدايركت. عدم اهمال من ناحيه الدفع لتطويل عمره، يعني مثلا انا عندي موقع اسمه computerfreetips.com، ممكن بعضكم بيعرفوا، يعني اللي متابعني من منذ فتره من زمان، computerfreetips.com. الان هذا الموقع انا كنت اربح منه زمان وبعته لشخص معين، لصديقه الي من ايطاليا، وصار سوء تفاهم ورجعت لي الموقع مره ثانيه. الان لما رجع الموقع الي كان فعلا منتهي، يعني كان منتهي فعلا، فلم اهتم فيه وخليته مثل ما هو. الان انا كل سنه اذهب واشترك مره اخرى وادفع مرة أخرى على الموقع على الدومين. يعني اشتريت أنا بعشرة دولار الدومين، كل سنة أذهب وأدفع عشرة دولار، مبلغ تافه، لكن الدومين عمره خمس سنوات معي، عمره خمس سنوات، وأنا متأكد راح أبيعه فيما بعد بسعر جميل. تمام، فدير بالك تهمل دومين حلو عشان أنت ما بتستخدمه، ما تهمله أبدا، معلش ادفع الاشتراك السنوي، ما في اي مشكلة. طيب، ربطه باستضافة ووضع موقع عليه، هاي افضل تعديل على الدومين، ممكن يزيد سعره 100 ضعف، ليس 10، 100 ضعف. انك تمسك الدومين تضعه في استضافة وتحط عليه موقع، موقع ووردبريس، موقع عادي HTML، مثل ما بدك تحط عليه موقع. النقطة اللي بعدها تهتم بالموقع وترفع رتبته في جوجل. فالدومين نيم الآن اللي بده يشتري، الدومين نيم عليه موقع، الدومين نيم يأتي زوار، الدومين نيم مربح ورتبته في جوجل عالية، كم راح يكون سعره في رأيك؟ وهي الطريقة اللي أنا بستخدمها صراحة، ليست في كل الدومينات، الدومينات القوية، الدومينات اللي بحس إنها مربحة وقوية وفي لها سوق حلو،
اضعها على دومين، اضعها عفوا على استضافة، واربط عليها موقع، اضع ملفات موقع عليها، اهتم بالموقع، ازيد رتبة في جوجل، ازيد الزوار، زوار بصير يدخلوا بالالوف في موقعي. اوكي، اضع ادسنس مثلا لانه اسهل طريقة للربح وما بدها اي اي عملية اجهاد ابدا. اضع ادسنس، اربح بعض المال شهر شهرين، ثم ابيعه كاملا بسعر رائع. هذا هو التعديل على الدومين. اذا قمت بالتعديل على الدومين في هاي الامور اللي حكينا عنها، تزيد سعر الدومين بشكل فعلا رهيب. اوكي، اين نجد عملاء لشراء الدومين؟ الان احنا عندنا دوميننا، عدلنا عليه، جهزنا، اخترنا بخصائص معينة، دوميننا حلو جميل عليه زوار كله تمام. الآن بدنا نلاقي أو نجد ناس عشان يشتروا هذا الدومين. أول طريقة العرض مباشر عن طريق الإيميل. يعني أنا عندي hanihsain.com، الآن في موقع آخر، أوكي، الدومين تبعه hanihsainx.com. هذا إيش يعني؟ يعني إنه يهتم بهاني حسين، لكن حط الاكس هاي يعني عشان يجد دومين فقط. اوكي، فاهمين الطريقه هاي؟ فانا هيك بعرض عليه، بحكي له انت عندك دومين هاني حسين اكس دوت كوم، انا في عندي هاني حسين دوت كوم من غير الاكس، ايش رايك تشتري؟ هاي الطريقه الاولى، العرض المباشر عن طريق الايميل. طريقه حلوه ومربحه، لانك انت بتعرف هيك انه انت بتذهب الى شخص مستهدف 100%. تمام. طريقة ثانية، مواقع المزادات، مثل ما اشترينا من المزادات الآن ممكن بيع من المزادات. أوكي، لكن هنا دير بالك ما تنزل من سعر الدومين تبعك. انت بتعرف ان دومينك قوي ودومينك حلو، ابدأ المزاد بسعر يناسبك، واذا زاد اكثر واكثر الحمد لله، واذا انباع في سعره برضو الحمد لله. مواقع المزادات، استخدام شركات وسيطة لبيعه مثل سيدو. شركات وسيطة ايش يعني وسيطة؟ مش هي بتبيع لك اياه، لا، لكن هي بتضم تحتوي على اشخاص مستهدفين يريدون شراء دومينات، فانت بتضع دومينك بالنص وتقوم بترويجه وتسويقه. سيدو.com افضل موقع وسيط لبيع الدومينات. اخر طريقة، تسويق مباشر له. طريقة بسيطة، انك تأخذ اسم الموقع وتودي ايميلات القائمة تبعتك، تنشره بالمنتديات، تنشره على الفيسبوك، هناك دومين كذا كذا للبيع، تسويق مباشر له مباشرة. تمام، اذا استخدمت هاي اربع طرق راح تجد شراء عملاء يشترون دومينك بالتأكيد وعلى مسؤولية الخاصة. طيب، معدل ارباح من هاي الطريقة. قبل ما أحكي عن معدل الأرباح وقبل ما تقرأوا أي شيء ما تقرأوا، معدل أرباحي في هذه الطريقة ليس شهريا أنا أربح هكذا، فقط عندما أركز على الطريقة. الآن قاعدة في العمل على الإنترنت، لا تعمل بأكثر من طريقة، يعني مرة واحدة ما تشتغل دومينات وأفلييت وآدسنس ومواقع وبيع وكذا كلها بنفس الوقت، لن تربح من أي منها. تمام، أنا هنا أتحدث عندما أركز على المتاجرة بالدومينات فقط أربح هذه الأرقام التي ترونها، أما لما أركز على أي شيء ثاني لا أربح من المتاجرة بالدومينات. تمام، وضحت؟ فهذه الأرباح ليست إنها دائما أرباح، فقط عندما أركز في الطريقة التي أشرحها لكم. الآن عندما أركز في المتاجرة بالدومينات، أشتري شهريا من 10 إلى 15 دومين، من 10 إلى 15، كل يوم يومين أذهب وأشتري دومين. تمام، أعمل عليهم الأشياء اللي حكيناها من تعديلات، من خصائص حلوة، من في بعض المواقع بضعها في مواقع فعلا وبهتم فيها. الآن معدل الربح الصافي تقريبا من 10 مواقع من هاي ال 15 تقريبا $50 ربح صافي، يعني 50 في 10 $500 من هاي العشرة فقط. الآن تقريبا ثلاث مواقع أو ثلاث دومينات أربح منها صافي $100، وتقريبا اثنين دومين أو واحد دومين تقريبا أنا بحكي
بربح 500 دولار فما فوق على الواحد، وإذا وضعته في موقع وكان قوي أربح من 5000 فما فوق فيه لوحده. تمام. الآن أنا عندي دومين قوي جدا، اشتريته من شخص عزيز عليه، صديق إلي من المغرب، اشتريته من فترة، إلى الآن لم أعمل عليه ولا إشي، لكن أنا أنوي طبعا أنه أركز فيه في شهر قادم إن شاء الله، أركز في دومين لحال الوحيد، أضع عليه موقع، أضبط ترتيبه في جوجل، وأبيعه ب10 إلى 20 ضعف مما اشتريته من الشخص المغربي صديقي اللي بعنية. تمام. هذه الطريقة سهلة جدا، ما بدها أي شرح، أعتقد أني شرحت تفصيلي شوية والحمد لله. أي شخص فعلا ممكن يربح من المتاجرة بالدومينات فورا، بس إذا بده يركز فعلا فيها. شكرا لكم، وشوفكم بطريقة جديدة من سلسلة الطرق الربحية المجربة.